يطلع إلى قبر صديق له يقول أخ طالما شرني ذكره فأصبحت أشجى لدى ذكره، وقد كنت أغدو إلى قصره فأصبحت أغدو إلى قبره، وكنت أراني غنيا به مدى العمر لو مد في عمره، إذا جئته طالبا حاجة فأمري يجوز على أمره. طبعا هيجي أخ إذا فقدت تشعر بيش؟ تشعر بالفراغ. والإنسان لذلك تلقى الإنسان شوي إذا امتدت بأيام العمر وقام يتلفت زملائه أحبائه أصدقاء ما هم كلهم أخذهم التراب، تلقى يعيش في فراغ عجيب غريب، يعني يعيش في يعني يعيش الماضي، ينفصل عن حاضره، يظل يعيش الماضي، يعيش إخوانه الذين كان معهم. الأخ من هيبة إخوانه يظل ينهار، اللي يعيش بلا أخ ما حد حسب الحساب، عمت عين التراب شقد دفن.